الجمعية وكيف ديال الجمعية؟ أنا قدمت نفسي، أنا رحيم أبو سير، مدينة مارتين، جمعية الحياة، يقولوا جمعية الحياة والدار الحي، وكنشكر جمعية الحياة، كنشكر الإدارة ديالي والسيد العبود سعد الوحيد والإدارة. نعم، كيف جات المشاركة ديالكم في هذا المعرض الخاص بالأزياء الأمازيغية؟ شاركت المغربية مزيان، شاركت مع أمازيغ تيانا الريفية تيانا مدينة الناظور، على ربعنا إقليم الدريوج، وخدامة في جمعية الحياة. قل لي بالنسبة لأنتم كتنجو جلابة وقفطانية، يعني شنو الميزة ديالكم؟ أنا ديالي الطرز الرباطي على الآلة. الآلة الطرز الرباطي على الآلة، وكنعلم في جمعية الحياة الطرز الرباطي، أستاذة في جمعية الحياة. شحال دابا معك من سنة وأنت كت؟ أنا دابا عامين. يمكن تعرفنا على بعض النماذج من الانتاجات ديالكم اللي انتوها؟ القحطان طرز الرباطي على الآلة، والزمرد، وطرز بالسقن الصنفر، وبالكرلات يقولوا بالحجار الكرلات، والسلهام. هاد السلهام هذا؟ السلهام هذا مبرى ومطرز بالسقلي ومنبت بالزمرد. نعم، كنشوفوا بالنسبة للأثمنة ديال نتوما البيع، يعني شحال ديال الأثمنة؟ ما عملناش أثمنة، ما عملناش أثمنة، كاين 400 درهم، كاين البيع كاين البيع، عملت جلال من البيع 700 درهم، عملت هذا 170 عقار، بزاف حاجات، وكاين مطير، كنعمل مطير العرايس، الحنة، يعني غطاء ديال يعني ديال الموائد. الموائد خاص بالحنة بالعرس وبالمناسبات كيتستعمل. ايه والرباطي. نعم. الرباطي والسقلي، مطروز بالسقلي وزمرد وهاد البيرلات، وخدمت بنو سينا. نعم، كتعملي هذا على الزجاج، كوادر على الزجاج ولا؟ لا لا، هذا الخيط مطروز. مطروز بالخيط، هذا مطروز بالخيط هذا. ايه مطروز بالخيط، الناس كيتعجبوا فيه. إذا ها هو رحيمة بوسير، يعني هذا إنتاج مزيان. هذا أول مرة كنشكون هذه التجربة هذه ديال هذه التجربة هذه، يمكن تكلمنا عليها، عافاك تعطينا بعض الإضاءات عليها، يعني باش الناس يعرفوا كيفاش كتصير. يعني هذا كنعملوه في التزيين ديال الصالون وداك الشيء، يعني في الدار. هذا؟ نعم. هذا أنا نقلت أنا بنو سينا، المدرسة بنو سينا، نقلت هذا بنو سينا عجبني، وخدمت وطرزته. طرزته بطرز ارانيجا، سميته ارانيجا في الخدمه ديالها. كيفاش ارانيجا؟ واحد النوع ديال الخدمه ارانيجا، طرز الرباطي هو ارانيجا، ماشي ماكينه، ماكينه. نعم. الاله خدمته بالاله بالضو بالطرز، وبصح الخدمه ديالو كيقولوا ارانيجا، كيقولوا ارانيات، كيقولوا ارانيجا. نعم، ودي يمكن كتعملتي بزاف ديال بحال الطابلو، هو كيجي بحال الطابلو، ولكن هو طرز، يعني هو لوحه، يعني ممكن تستعملوه حتى في الزينه ديال الدار وداك الشيء. اها، ديال الزينه. شحال دابا هذا كتعمل، شحال الثمن ديالو في عام ما باعش؟ ما عرفتش البيع. انا ما زينتي به. زينت به وصافي، ما عرفتش نبيع. وهادو غيطلب شي حاجه، كيتكلم شي حاجه بزاف، من الطب الدار الحال، من اللوحات الخارطه الافريقيه، مثلا قدمناها للعميل رينكون. عملت في ميدا ريفون، قدموها له، وقدمت واحد اللوحه المندوب تاع الوطني. نعم، اذا كترسمي لوحات بوسط القماش، بهذا القماش هذا، يعني بهذا النوع ديال الثوب، بهذا الطرز هذا كتكون سامي. الطرز، الطرز على الخيط، وهاد التكوينات كتعمل شي تكوينات في هذا المجال، كاين اللي كيستافدوا من التكوينات ديالك، يعني في هاد النوع ديال الطرز هذا. بنات ولا؟ نعم، بنات. عندي البنات كيخدموا هاد الشيء هذا، دابا باقي ما وصلوش لهذا المنتوج هذا. خدمت شي كواد سيدات الملوك، باقي ما نشرناهم شي. وعملت واحد الذكرى التعاون الوطني لهاد الخيط هذا. نعم، على بالنسبة للمشاركات ديالكم، عندكم شي مشاركات كتشاركوا معارض يعني جهوية ولا إقليمية وطنية؟ باقي ما شاركنا، عندنا غير واحد المهرجان تما كفات اليومين، عندنا مهرجان صافي، باقي ما شاركناش، يمكن غنشاركوا حنايا، إذا جبرنا أننا نشاركوا غنشاركوا.